شركة تترقب كسوف كل نادر للشمس. بهذا الفيديو القصير والسريع نحن وياكم رح نناقش عدد من النقاط المهمة. شو المميز بهذا الكسوف؟ هل صحيح انه وكالة الفضاء الامريكية ناسا رح تطلق 3 صواريخ خلال الكسوف؟ واذا ايه ليش؟ اي الولايات رح تتأثر؟ شو المواعيد يعني باي اوقات؟ شو هي التحذيرات بشأن النظر بشكل مباشر الى الشمس؟ بالاضافة شو هي المدارس؟ هل المدارس رح تسكر؟ هل المدارس رح تفلل الطلاب بكير؟ وايضا رح نجاوب على موضوع هل يا ترى مظبوط انه رح يصير في زلزال بكره ايه ولا لا. نتمنى منكم تعملوا شير لهذا الفيديو على اوسع نطاق، خلي هذه المعلومات توصل لاهلنا الموجودين في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك، واتمنى متابعنا يتابعنا بشكل مجاني، وفي حلقه مطوله موجوده على فيسبوك ويوتيوب. بشكل سريع، هيدا الكسوف الكلي للشمس اخواننا بصير يعني مره كل 18 شهر بمكان ما على سطح الارض، ولكن المميز في الكسوف اللي رح يصير ب 8 ابريل نيسان بسبب يعني كميه الأراضي المأهولة بالسكان اللي هو رح يمرق فيها هذا الكسوف، وهو رح يسمح ما يقارب 40 مليون شخص بأنه يشوفه، بالإضافة أنه هو رح يستمر لمدة 4 دقائق و28 ثانية، وهي يعني مدة طويلة نوعا ما مقارنة بأغلب الكسوفات الشمسية الكلية. إذا بدنا نحكي نحن على بالتاريخ الحديث يعني بسنة 1955 بالفلبين كان هناك أطول كسوف امتد لمدة 7 دقائق و8 ثواني، ولكن هيدا الكسوف اللي بده يصير بأمريكا بغطي مساحة جغرافية كبيرة جدا ومستمر لوقت طويل، يعني نحن عم نحكي 4 دقائق و28 ثانية. بما يتعلق بموضوع ناسا، نعم ناسا سوف تطلق 3 صواريخ خلال الكسوف الكلي، بس شو الهدف من هيدي الصواريخ وأطلاقها؟ هي لدراسة كيفية تأثير الغلاف الجوي العلوي للأرض عندما يحجب ضوء الشمس لفترة قصيرة من زمن على جزء من الكوكب، رح يتم إطلاقهم بهيدي الطريقة. تعتزم ناسا إطلاق أول صاروخ قبل 45 دقيقة من حدوث الكسوف، والثاني صاروخ أثناء حدوث الكسوف، والثالث صاروخ 45 دقيقة بعد ذروة الكسوف. وين رح يصير الكسوف الكلي؟ الكسوف الكلي رح يصير ب 13 ولاية و 500 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية، بس بشكل عام اللور 48 48 ولاية بأمريكا مأثرين بهيدا الكسوف، ولكن الكلي رح يكون بتكساس، أوكلاهوما، أركنسا، ميزوري، إلينوي، كنتاكي، إنديانا، أوهايو، بنسلفانيا، نيويورك، فيرمونت، نيو هامشير ومين، بالإضافة إلى أجزاء من ولايتي ميشيغان وتنسي. ولكن اللي عايشين بكاليفورنيا رح يكون عندكم كسوف كلي ما بين 50% لـ60%، اللي عايشين بفلوريدا عندكم كسوف كمان، بس اللي بتفرق هي قديش نسبة الكسوف. الولايات اللي أنا ذكرتها هي عندهم كسوف بنسبة 100%. بما يتعلق بالوقت، رح يبلش الكسوف الكلي بالمكسيك على الساعة 11:07 بتوقيت المكسيك. بعدين عنا بأمريكا أول مدينة رح يكون فيها كسوف كلي هي إيجل باس بتكساس على الساعة 1:27 بالتوقيت المحلي لإيجل باس. بعدين بفل من عنا من أمريكا الكسوف الكلي الساعة 3:35 بالتوقيت بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة لي بولاية مين. بما يتعلق بالمدارس إخواننا، هناك أكثر من يعني طريقة عم تتعامل فيها المدارس مع هذا الموضوع. في مدارس مسكرة مثل بنيويورك وبغيرها من الولايات وبتكساس، في مدارس قررت انه هن تفلل الطلاب بوقت مبكر، في مدارس قررت انه هي تعلم عن بعد virtual learning او remote learning، في مدارس مثل بفلوريدا قالت نحن رح نكون فاتحين بس اللي بغيب مسامحينه ما رح نحطه ضده، رح يعطون شيء اسمه excused absence، وفي مدارس قالت نحن رح نفتح ورح نعطي عوينات او حامل الشمس او واقي للشمس من للطلاب، وفي مدارس فاتحه وتركينا على ربنا سبحانه وتعالى. ولكن بنيو هامشير، بنيويورك، بتنسي، باوهايو، بالانوي، بنيو جيرسي، في مدارس قررت انه تاخذ خيار من هودي الخيارات اللي انا ذكرتها، وبالتالي حكوموا على المدرسه تبعكم وتاكدوا من هذا الموضوع. النقطه قبل الاخيره هي بمتعلق بالنظر بشكل مباشر للشمس، تاكدوا ما تطلعوا بالمره بشكل مباشر للشمس، لانه إذا طلعته بشكل مباشر بدون ما تستخدموا عوينات خاص بهذا الموضوع، ومنع عوينات شمس ومنع عوينات تبع الحام، ممكن يصير في تلف دائم للعين بسبب هذا الموضوع. حتى إذا كنت تصوروا الكسوف ما فيكم تصوروا باستخدام التليفون أو الكاميرا بشكل هيك على العادي، كمان بدكم تحطوا واقي للعدسة تبع الكاميرا تبعكم. آخر نقطة بننهي فيها، في هناك حديث عن أنه ممكن يصير في زلزال بكرة، منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الأشخاص عم يحكوا في هذا الموضوع، بناء على وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بناء على العلماء، بناء على وسائل الإعلام المحترمة، ما في هيك شيء. بكرة في كسوف، في عالم عم بتسافر لحتى تحضر هيدا الكسوف، وما في شيء خطر حسب ما عم بتقول السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى منكم تعملوا شير لهذا الفيديو على أوسع نطاق، خلي هذه المعلومات توصل لأهلنا الموجودين في أمريكا، كندا والمكسيك.